من بعض المشاكل اللي عم نسمع عنها هلأ أنها هي رائجة جدا، وهي المشكلة يمكن هي قديمة ليست جديدة، هي مشكلة صرير الأسنان. طبعا رح نتعرف على تفاصيل أكثر، سببها وطرق العلاج طبعا، وتفاصيل أخرى عن أسئلة بتخص مشاكل الأسنان مع ضيفنا بالاستوديو الاختصاصي بأمراض الأسنان دكتور حسين عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا المشاهدين جميعا. أول شيء نورتنا، يعني مشاكل كتير بتواجهوها أنتوا. لا نحن في عنا كتير مشاكل بالنسبة للأسنان للأسف، نحن هاي المشكلة ما حدا نوه عنا ولا مرة من قبل، وهي مشكلة منتشرة جدا بمجتمعاتنا نحن. طبعا إلى أسباب كتير وإلى حديث طويل كتير. خلينا عنا نعرفها بداية أول شيء صرير الأسنان هو عبارة عن طحن الأسنان مع بعضها أثناء الليل، وممكن يكون أثناء النوم أثناء النهار. الفكرة اللي لازم نعرفها نحن أنه هذا المرض هو منتشر عند الأطفال ومنتشر عند البالغين. عند الأطفال هو مشكلة طبعا لها علاقة بالعوامل النفسية للطفل، لها علاقة بفرط نشاط الطفل أو الأغذية اللي ممكن يتناولها، وإذا عنده مشاكل تنفسية كمان بتلعب دور. الأهل كمان بيلعبوا دور بهذا الموضوع، بأنه يحاولوا خلوا بس الطفل أقل ما يمكن بفترة ما قبل النوم أنه يكون مرتاح ومن دون أي إزعاجات، بحيث أنه هو ينام مرتاح. إذا عنده مشاكل تنفسية كمان المفروض أنه تتابع معه من هني وصغار، لأنه كمان ممكن تسبب طحن للأسنان وصرير القلب. هلا الشيء الإيجابي بصرير الأسنان عند الأطفال أنه هو عادي ممكن التخلص منه، ممكن يتخلص منه الطفل فيما بعد، ولكن إذا استمرت لابد من حل علاجي لها. طيب دكتور، خلينا نقول الأبرز الأعراض اللي بنقدر نعرفها لحتى نعرف، يعني في كتير أطفال مثلا ما بيحسوا بالليل إن هن عم بيصير معهم صرير أسنان أو طحن أسنان، لا يفيقوا الصبح. شو هي العلامات البارزة اللي أنتوا بتشوفوها لتعرفوا إنه هو عم بيعاني من هاي المشكلة؟ هلا نحن أهم الأعراض اللي ممكن نواجهها نحن بالنسبة لموضوع صرير الأسنان أو الطحن عن بين الأسنان هي عندك ألم بالوجه، بالعضلات الوجهية، عندك ألم بالفك أو مفصل الفك، ممكن يكون عندك ألم بالأسنان كمان حتى، أو حساسية زيادة ممكن مع الاستمرار أو بمراحل متقدمة ممكن يسبب تراجع باللسة، ممكن يسبب عندنا ضعف في الأسنان. طبعا هي كل مرحلة بمرحلتها، ولكن بمراحل البدائية نحن ممكن نشتكي لك من ألم بالوجه، في الواحد يحس أنه هيك مثل وشه ميبس يعني. فالمفروض نحن هون نتوجه باتجاه طبيب الأسنان حتى نحدد سبب المشكلة ونحاول نحل المشكلة أو نعالج. طب دكتور، هلا الأسباب الأساسية عندنا هون التوتر والقلق والإجهاد، هدول أهم الأسباب عند البالغين لحتى تصير عندنا هاي المشكلة، هي مشكلة صرير الأسنان. دكتور، مين هنا أكثر الأشخاص المعرضين لهي المشكلة؟ أكثر الأشخاص المعرضين لهي المشكلة هن الأشخاص العدائيين، الأشخاص اللي عندهم دائما حس المنافسة. هي مشكلة عصبية يعني، مشكلة طبعا قولا واحدا هي مشكلة مشكلة توتر. الأشخاص اللي بيمضغوا العلكي كتير ديروا بالكم كمان يعني، طبعا المتعودين على مضغ العلكي، فهذا الموضوع عندهم بيكون أخذ الفك على وضعية أنه دائما بيكون شغال، عرفت كيف؟ هلا ما رح نحكي انه اللي بيحكوا كثير لانه ما له علاقه هيك طبعا بيعانوا من مشاكل ثانيه تماما. طيب دكتور، خلينا احكي شوي عن ابرز طرق العلاج، وخصوصا اذا بلشنا بالمشكله معها من الطفوله، يعني اذا بلشنا من الاطفال كيف بنعالج، واذا ما تعالج وهو طفل واجانا وهو كبير على العياده وعنده هاي المشكله كيف بتعالجه؟ العلاج دائما بدنا نحدد السبب. احنا اذا عرف السبب بطل العجب. صحيح. عرفنا المشكله، عرفنا الحل. سبب المشكلة عند الطفل أو عند البالغ بدنا نعرف شو هو، إن كان سببه تنفسي، إن كان سببه توتر، إن كان سببه فرط نشاط، إن كان سببه إنه بياكل أغذية منشطة مثل القهوة مثلا، كولا، شوكولا، هاي الأكلات هي قبل النوم كلها ممكن تزيد هذا الموضوع. صحيح. إذا كان عنده مشكلة بالتنفس كمان نفس المشكلة، إذا كان هو حدا بفكر كثير قبل النوم كمان يفضل إنه يريح ذهنه قبل النوم، كمان هي حل من الحلول. بالنسبة لأنه مراحل متطورة بالنسبة لصرير الأسنان، نحن عنا كذا شغلة لازم ننتبه عليها. فينا أنه إذا وصلنا لمرحلة وصلنا نشوف الأسنان صارت مثل ينسحل منا شوي أو يتآكل منا من سطح من فوق، المفروض نحن نراجع الطبيب فورا. في عنا حلول، ممكن نبلش بحلول وقائية عن طريق
تمارين او تدليك للعضلات الوجهيه الفكيه قبل النوم عن طريق ممكن واحد يمتنع عن بعض الاغذيه مثل ما حكينا، ممكن عن طريق النايت جارد، هي في مرحله متقدمه، او الواقي الليلي ممكن هو عباره عن صفيحه مطاطيه بيحطها المريض اثناء النوم، كمان بتخفف، هي مهمتها انه تعمل فاصل ما بين الاسنان. وهي مطاطيه كمان بتمتص شوي من الضغط اللي عم يصير على الاسنان بهي بالفتره الليليه. يعني دكتور فينا نقول ابرز سبب لمشكله صرير الاسنان هو السبب النفسي او العصبي مثل ما ذكرت تماما، هو قلت لك الاجهاد والتوتر والقلق هدول اهم شيء. طبعا العوامل النفسيه احنا شايفين هلا احنا بمجتمعنا هلا حاليا كل المجتمع متوتر وكل المجتمع عنده ضغوط نفسيه بسبب واقعنا الحالي يمكن. صحيح. لحلك صعب هي نقله بالليل، هي تمام مرتاح تماما لانه العالم ما حدا مرتاح بالليل، بتتذكر كل شيء صار معه بالنهار. ما هو هذه بدنا نرجع نعمل نحن باك اب للنهار، صرير اسنان كوابيس وحدث بلا حرج. تماما بنرجع نعمل استرجاع للذاكره. صحيح. فموضوع هذا جدا منتشر، وقلت لك انا هو موضوع المفروض ينحكى عنه بكثره. ليش؟ لانه هو يعني بنسبه 80% من مرضانا هني مرضى صرير اسنان او مرضى كزع الاسنان. بيجيني المريض دكتور انا سويت الحشوه وحشيت السن وسحبت له عصبه ولساته عم يوجعني. طيب اوكي، نعمل صوره اشعه، ما في عنده اي مشكله بالنسبه للمعالجه، بنشوف كوضع الحشوه ما في عنده اي مشكله، نطلع انت في مارق فتره ضغط او توتر او هيك. ايه والله دكتور كان مثلا عندي امتحانات، كان عندي مثلا مشكله معينه، كان عندي ظرف طارئ صار معي. قلت له في الصبح مثلا وجهك عم يوجعك او هيك؟ ايه تمام. قلت له طب خلص معناتها مشكلتك هي عباره عن موضوع صرير اسنان. عندنا مثلا بيجيني والله دكتور من دون شيء ما حسيت الصبح لقيت حشوه السن طايره. اوكي لقيت حشوه السن طايره ما حتطير لحالها. في سبب، يعني السبب هو كمان بحس نحن بكون عنده كمان موضوع صرير الاسنان، تلبيسات الاسنان او التيجان او الجسور. ممكن كمان حنشوف انه دكتور امبارح انكسر معي من لبسه للسن وانا ما لازم ينكسر والدكتور ما اشتغل لي صح. لا حبيبي، مو الدكتور ما اشتغل لك صح، في عندك مشكله انت، مشكله اطباقيه، مشكله صرير، مشكله بعضلاتك اللي عم تزيد قوه المضغ عندها اثناء الليل. فهون لازم نحن نشوف شو السبب ونعالج. اسباب ممكن تفك التلبيسات، مع في عندنا مرضى متقدمين بالعمر ما بيتابعوا المشكله، ثقه تماما انه بتكون اسنان واصله على اللثه من كثر ما انا ممحيه هيك مسحوله ممحيه واصلة على اللثة. فهون هذا صار عنده علاجات كمان ثانية بدنا نعمله، رفع بعد عمودي من أول وجديد لحتى نعوض العضلات على وضع فك الأساسي، لحتى فينا نعالج الأسنان ونرجع نعمل تلبيس وجسور لحتى نرجع ناخذ علاقة فكية مضبوطة. بالإضافة لأنه بده يحط النايت جارد وبده ياخذ في بعض الحالات نضطر نحن نوصف مرخيات عضلية قبل النوم. شكل ده. طب دكتور احيانا بتصير هاي الحالات مثل ما ذكرت حضرتك انه تيبس بالوجه او وجع، بس ما بكون المريض حاسس انه في وجع بالاسنان او شيء، كيف بده يميز هون انه بين وجع الاسنان وصرير الاسنان؟ مجرد ما كان في عندنا مشكله بمنطقه الوجه لازم نبحث عن السبب. دائما المتهم الاول بالام الوجه هي الاسنان. طيب. هي اكثر فين 32 سن بالنهايه، وعندنا مفصل وعندنا عضلات وعندنا يعني في عندنا كثير اجزاء ممكن تدخل بتفاصيل الام الوجه والبكين عن طريق الاسنان. اكيد. صحيح. طيب دكتور كمان خلينا نحكي اذا في ببالك ابرز المشاكل الاخرى اللي ممكن عم تشوفها حاليا بهذا الوقت من خلال المراجعين غير صرير الاسنان. ابرز المشاكل اللي عم نلاحظها نحن حاليا واللي عالم كمان ما بتنتبه لها هي مشاكل اللثه. طبعا مشاكل اللثه انا لها اسباب كثيره وموسعه. ولكن نحن المفروض اقل ما يمكن نحن ننتبه على بعض العلامات اللي بنشوفها تماما. نحن بالنسبه لنا هلا كمجتمع سوري بدنا نحكي، خلينا نخصص شوي، لون البشره عندنا ميال نحو الحنطي اكثر ما انه يكون ابيض او قاتم، فلذلك اللثة عندنا المفروض يكون عندنا تتمتع باللون الوردي قولا واحدا. اي تغير على لون اللثة فنحن او بيضات معناته في مشكله، نحن صار في عندنا مشكله لثويه. هلا عند البشره السمراء لا، ممكن نشوف عندنا بقع زرقاء، ممكن يكون لونها غامق شوي، هي طبعا هي صبغ ميلامين مثل البشره يعني ممكن تتصبغ يعني.
اما عند الحاله الطبيعيه نحن لسه لونه وردي. طب اوكي، والاسباب بتكون الأسباب عاده شو؟ التجميل سوء خاطئ بال هلا ممكن تكون تركيبات اسنان خاطئه، ممكن تكون عنايه فمويه سيئه، ممكن تكون مشاكل تنفسيه، ممكن تكون مشاكل بالمعده، كلها بتلعب دور وبتاثر. طبعا ممكن تكون مثلا تراكم قلح كمان هذا. لذلك هلا نحن وقت نقول مثلا انه للمريض كل 6 شهور انت المفروض انك تراجع طبيب اسنان، معناتها هذا الدكتور عم يحكي بس بده يمشي شغل عنده. لا، نحن مو مش عم نمشي شغل، الحمد لله انه في شغل موجود، ومع كل بني ادم عنده 32 سنه في عندنا شغل الحمد لله كثير. فالمفروض انه يكون في مراجعه دوريه. صحيح. اول شغله اذا كان في عندك مشكله بتلحق من اولتها، كتكلفه ماديه انت اقل عليك لما تحط حشوه منك انت لما بتخسر سن كامل او بدك تركب جسر او سن او زرعه مكانه. كناحيه صحيه انت كمان حميت اسنانك وحافظت عليها عمر اطول. كمشكله لسويه كمان اذا في عندنا اي مشكله لسويه بتتابع من بدايتها افضل من نتركها لحتى تتطور. وكان ناحيه نظافه بالنهايه، لا طلع عندك ريحه تم، لا صار عندك تصبغات على الاسنان، لا صار عندك مشاكل نخور، واي مشكله بتتابع ببدايتها قولا واحدا هو الافضل. ونحن دائما مع الوقايه، حتى لو كانت الزياره هي من باب الوقايه يفضل تكون موجوده. طب دكتور خلينا نحكي عن تراجع اللثه اسبابها وعلاجها. هلا بالنسبه لتراجع اللثه في عندنا كثير اسباب، واحد اهم اسبابه هو الصرير بمراحل متقدمه. بمراحل متقدمه تراكم الجير والكلس على الاسنان كمان بسبب تراجع باللثه، وكمان بيؤدي فيما بعد مراحل متقدمه تراجع بالعظم، امتصاص بالعظم وتراجع، بتصير بتهز الاسنان عندنا بنخسرها من دون ما نحس على حالنا. الاسنان ما تكون ما فيها لا نخر ولا شيء، ولكن نضطر نشوف صارت عم تلعب لعب. يلا تعال. صحيح، كماشه موجوده سحبنا. يعني اليوم هيك طلعنا على اهم يمكن الموضوع حسب ما كان حديثنا عن صرير الاسنان، واخذنا شويه معلومات اخرى. ابرز النصائح اللي بتحب اليوم تقدمها لكل اللي عم بيتابعنا للحفاظ على صحه فمويه؟ هلا احنا رح نقول له انه حاولوا تخففوا توتر واجهاد، ولكن هذا الموضوع شوي صعب، ولكن هي نصيحه انا بنصحها لكل الناس، سواء توترت ولا ما توترت هو ما حيتغير عندك شيء. صحيح. فحاول انك انت تكون بتداري نفسك، بتداري صحتك، كرمال صحتك اقل ما يمكن انك تحافظ عليها بظل كل الظروف المحيطه، نحافظ على صحتنا نقدر نكفي ونتابع. النصيحه الثانيه، في حال شفت حالك عندك مشاكل بموضوع الام الاسنان، الام الوجه والعضلات، او عندك مشاكل وجع بالاذن بشكل مستمر، عندك وجع او عندك صداع، عندك مشكله بفتحه الفم او بفتحه الفك، هذا كله موضوع لا توقف عنده لا انه خلص انه شغله عاديه او اخذنا حبتين بنادول مشي الحال، لا هذا الموضوع بدك تتابع انت السبب. بالنهايه نحن سكننا الالم ولكن ما عالجنا المشكله. فعلا في كثير ناس بتلجا للمسكنات لمده طويله وما بتفكر. طبعا احنا معروف عنا طبيب الاسنان هو آخر واحد بنروح له، اخر العلاج الكي بالنسبه للعالم، يعني عندما تنتهي حلول المسكنات صار عندنا دور دكتور الاسنان. بس نعرف معنا الدكتور سامي ببلشوا اسنان تماما. وجمله نحن بنكرهكم انتم اطباء الاسنان هذه مشهوره كثير. طبعا لا ما بنكرهكم بس بنكره الادوات تماما، خصوصا هو خوف، هو خوف عند اغلب الناس من انه الزياره. ولكن هلا مع تقدم الطب ومع تقدم العلم في كثير وسائل للتخفيف من هاي الفوبيا، وبالنهايه كمان نحن بحاله علاجيه تعتبر حاله كثير بسيطه، اكثر من مره نحن رايحين فايتين لا سمح الله مشفى بجراحه وعمليه وفتنا بقصص فايتي بمليون قصه. صحيح. فلا نحن هون علاج سن بالنهايه، حشوه بسيطه ممكن نفوت عليها، شكه ابره هي اصغر من اي ابره بناخذها نحن بالنهايه. صحيح. هي انعم منا واهدى منا واروع منا وهيك عم تلمع وبيضه غير شكل ما فينا. عم بيحاول ظريفه بنت عالم وناس. فينا نقول انه لازم الواحد من البدايه يتابع باي الم اسنان واي مشكله بيعاني منها لازم فورا. طبعا قولا واحدا من البدايه، طبعا النايت جارد للمرضى اللي بيكون عندهم حالات متقدمه المفروض انه ينلبس بشكل يومي فتره النوم، حتى للي بيعانوا من مشكله اثناء النهار كمان او شغلهم في بيتطلب ستريس دائم كمان الافضل انه احنا نتابع يحطوه حتى فتره النهار. اكيد، يعني معلومات مهمة جدا كانت معنا اليوم من حضرتك. شكرا لك دكتور، شكرا لكم على الاستضافة، نتمنى الكل يكون استفاد بحديثكم كمان. بدنا نتشكرك دكتور، شكرا لكم لكل المتابعين، ان شاء الله تكون قدمنا فائدة مجدية.